يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى 1000 دينار. لا شيء كالصبر يشفي جرح صاحبه، ولا حوى مثله حانوت عطار. هذا الذي تخمد الأحزان جرعته، كبارد الماء يطفي حدة النار، ويحفظ القلب باق في سلامته حتى يبدل إعسار بإيسار. إن السلامة كنز كل خردلة منه تقوم من مال بقنطار. والمال يدعى صديقا عند حاجته، وقد يكون عدوا داخل الدار. يا من حزنت لفقد المال إنك قد خلقت عار، وما في ذاك من عاري.